مصادر إسرائيلية تقول بأن المحتجزين الإسرائيليين وصلوا والآن يلتقون بممثلين عن الشباك الإسرائيلي ورجال الأمن الإسرائيليين في معبر رفح المصري، في الجانب المصري من معبر رفح. إذن هؤلاء وصلوا وهذا أول لقاء لهم مع جانب إسرائيلي لغاية الآن. إذن هنالك لقاء الآن بين رجال من الشباك، قوات من الشباك الإسرائيلي مع المحتجزين. هؤلاء سيقومون بالتأكد من هوياتهم مرة أخرى، بالاطمئنان على صحتهم، سيخضعون لفحوصات طبية أولية ربما لتقدير حالتهم الصحية، وإذا ما كانوا سيحتاجون إلى إجراءات طبية أخرى أكثر تقدما لكي يتم التجهيز لها، لتكون بانتظار هؤلاء عند وصولهم إلى الجانب الإسرائيلي. إذن بالنسبة لإسرائيل، هؤلاء المحتجزين باتوا في أيدي إسرائيلية رغم أنهم ما زالوا على أراضٍ مصرية، والآن يعني الخطوات باتت أقرب بالنسبة للإسرائيليين. هنالك حالة من الارتياح الآن في إسرائيل بعد هذه الأنباء التي وردت من معبر رفح وعن وصولهم ولقائهم بجانب إسرائيلي للمرة الأولى بعد 49 يوم من الأسر لدى حركة حماس. وماذا عن ما تساءلنا حوله قبل قليل نضال، هذه الخلافات والتباينات وعدم الإجماع على هذه الهدنة وتفاصيل هذه الصفقة أيضا ما بين الحكومة الإسرائيلية حكومة نتنياهو، يعني هل توجد قراءة داخلية إن كانت ستنعكس هذه المواقف على ما بعد انتهاء هذه الهدنة؟ لأن التعويل الآن يبدو أن تستمر هذه الهدنة، تثبت هذه الهدنة ومن ثم الحديث عن عمليات تطوير لها لوقف إطلاق نار. بالفعل يعني أولا هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي حتى أثناء تفقده القاعدة الجوية التي ستستقبل المحتجزين. قال جالانت بأن إسرائيل ستستمر بالقتال لإطلاق سراح المزيد، وقال بأنه لن ينسى المحتجزين الباقين خاصة من الجنود ومن الرجال، وبالتالي قضية المحتجزين ستبقى حاضرة. عودة الآن عشرات المحتجزين الإسرائيليين إلى إسرائيل حاليا لن يظهروا في الإعلام الإسرائيلي، لكن سرعان ما سيحدث ذلك. سيبدأ الشارع الإسرائيلي برؤية صور هؤلاء المحتجزين، وبالتالي إطلاق سراح هؤلاء يساهم في جعل قضية المحتجزين الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس قضية مهمة في الشارع الإسرائيلي. إطلاق سراحهم سيساهم في بقائها حية وبقائها يعني ملتهبة في الشارع الإسرائيلي، وتمارس المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. بالتالي إطلاق سراح هؤلاء قد يؤدي في بشكل ما، ربما يكون بشكل غير مباشر، إلى إعاقة العملية العسكرية. صحيح أن القيادة الأمنية في إسرائيل والقيادة السياسية في إسرائيل تقول بأن العملية البرية تساهم في إطلاق سراح هؤلاء، وأن ممارسة المزيد من الضغط على حركة حماس سيؤدي إلى المزيد من الصفقات، لكن هذا ليس صحيحا ربما على الأرض. يعني ليس كل الشارع الإسرائيلي يتبنى هذه الرؤية من الحكومة الإسرائيلية، على العكس هنالك عائلات ترى بأن استمرار العملية العسكرية يشكل خطرا على أبنائها. ثانيا توسيع العملية العسكرية جنوبا ممكن أن يشكل خطرا حقيقيا، لأن التقديرات الإسرائيلية بأن معظم الأسرى الإسرائيليين، معظم المحتجزين الإسرائيليين يتواجدون في جنوبي القطاع، كما كانت الموجة الأولى من هؤلاء التي أطلق سراحها اليوم تتواجد وفق التقديرات الإسرائيلية في جنوبي القطاع. ثانيا إطلاق سراح هؤلاء يعني يحتاج إلى هذه الهدنة التي قد تطول وفق التقديرات الإسرائيلية أكثر من الأربعة أيام الأولى التي نص عليها الاتفاق، لأنه كلما أطلقت حركة حماس 10 محتجزين إسرائيليين ستمدد الهدنة بيوم إضافي، وبالتالي التقديرات الإسرائيلية بأننا قد نصل إلى 8 أو 10 أيام مثلا. هذه الفترة من الهدوء ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، ليست فقط ضغوط من الداخل الإسرائيلي ولكن ضغوطات سياسية ودبلوماسية من الخارج. يعني هنالك توجهات أمريكية الآن لإسرائيل للضغط عليها للتهدئة وبدء التفكير في تحويل الهدنة المؤقتة
إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. اليوم شهدنا زيارة رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس الوزراء الإسباني إلى مصر وإلى معبر رفح، تصريحات ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وهذا سيتزايد مع استمرار الهدنة، وبالتالي ستتزايد الضغوط أيضا. وكل هذا يتقاطع حتى مع حسابات نتنياهو، يعني بحسب ما كنا نتابع هذه الحرب وصفت بأنها حرب نتنياهو، ما هي حسابات الرجل في القادم؟ ويقال أن إطالة أمد هذه العمليات لإطالة عمر حكومة نتنياهو التي تحتضر بناء على ما يحدث الآن في قطاع غزة. سأعود إليك للوقوف على القراءات الداخلية حول ذلك، ولكن الآن من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ينضم إلينا حازم البنا. حازم، إليك. نعم، تحية لك انت سبيح. يعني يمكن ان نقول بانه هذا اليوم الاول من الهدنة الإنسانية قد مر بنجاح نسبيا على الاقل حتى هذه اللحظة من هذا التوقيت الذي أتم فيه عمليا وفق آخر المعلومات تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى الجانب المصري بانتظار وصولهم طبعا إلى الجانب الإسرائيلي، إدخال هذه الكميات الكبيرة من شاحنات المساعدات إلى كافة المناطق في قطاع غزة، يشرف على ذلك ويراقب المنظمات الدولية ومن بينها الصليب الأحمر وأيضا الأمم المتحدة. حتى هذه اللحظة كنا نستمع ونرى أصوات الشاحنات تعبر عبر وكالة الغوث، وهي مساعدات تحمل مواد غذائية وأيضا فراش وبطانيات وأيضا خيام ومواد تموينية وأيضا طبية إلى مشافي قطاع غزة التي حوصرت وتحتاج كثيرا إلى هذه الإمدادات. دخلت مستشفيات ميدانية، نترقب دخول المستشفى الميداني الإماراتي في أي وقت، ولكن هذه الإجراءات الطويلة تسابيح عمليا التي حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن 200 شاحنة، 4 شاحنات تحمل غاز الطهي بطبيعة الحال عبرت هي ونحو 130 ألف لتر من الوقود، ولكن إجراءات التفتيش على معبر العوجة في الجانب الإسرائيلي هي التي تأخذ وقتا، ونحن نتحدث عن ساعات المساء وحتى اللحظة هذه الشاحنات تعبر. لو أن هناك إجراءات عمليا يعني أكثر سهولة، وفي الصباح كنا قد رصدنا بعض الآراء للعاملين في المعبر من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقالوا بأن القدرة الاستيعابية لهذه المعبر محدودة جدا، لا تستطيع أن تستوعب كل هذا الكم من الشاحنات التي عمليا تتعرض لإجراءات تفتيش طويلة وتأخر دخولها، ويعرقل ذلك عمليا إجراءات سهولة إيصال هذه المساعدات إلى مناطق مختلفة في قطاع غزة. نحن نعرف بأنه هناك طرق مقطوعة وهناك طرق التفافية تجبر هذه الشاحنات على السير فيها للوصول إلى أماكن توزيع هذه المساعدات، وبالتالي كل هذا يأخذ وقتا، ولكن يمكن أن تحل كل هذه الأمور الإجرائية إذا ما نجحت بالفعل في صباح الغد إتمام المرحلة الأخرى أو اليوم الثاني من عملية تحرير الرهائن وأيضا الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لم نشاهد عمليا خروقات كبيرة بخلاف مقتل مواطنين في إطلاق رصاص من قبل القوات الجيش الإسرائيلي في محور شارع صلاح الدين وفي المناطق الشمالية الغربية في قطاع غزة أثناء محاولتهم للاقتراب أو الخروج من منطقة الجنوب إلى غزة، أو هؤلاء الناس الذين حاولوا الاقتراب أكثر من المناطق الشمالية في أماكن تموضع الآليات العسكرية. لكن شهدنا حجم دمار كبير، شهدنا يعني أحياء سكنية قد تغيرت معالمها، شهدنا عمليات انتشال كثيرة لضحايا تحت الأنقاض وما يزال عدد كبير منهم مفقودا، وتجري عمليات عمليا الإغاثة وانتشال هؤلاء وأيضا نقل الجرحى، هذا أمر أيضا مهم، نقل الجرحى من مشافي قطاع غزة باتجاه المستشفيات المصرية، إخلاء أيضا الجرحى نحو 70 من المستشفى المعمدان. إذن هناك جهود إغاثية وإنسانية تحتل المرتبة الأولى في هذه الأيام، نجاحها على نحو مستقر في الأيام المقبلة قد يدفع بالفعل إلى وصول هذه الهدنة إلى أيام أخرى إضافية، وبالتالي تنجح هذه الجهود التي تحاول أن تسعى إلى وقف شامل لإطلاق النار تسابيح.